حصلت عمليات إخماد الحريق الذي شب نهار الجمعة الماضي في مستودعات قاروت في محلة الجاموس الحدث، واستقدمت فرق الإطفاء تعزيزات جديدة في محاولة للسيطرة عليه. طبعا هذا العمل نتيجة ضخامة الحريق، جميع يعني فرق الإطفاء تداعت إلى المكان، سواء كان فوج إطفاء الضاحية أو الدفاع المدني اللبناني، أو بالأمس إجا فوج إطفاء بيروت مشكورين. كلنا عم نشتغل على هدف واحد، هو الإطفاء الحريق بشكل سريع ومنع امتداده إلى الأماكن السكنية أو إلى المبنى الملحق بالمستودعات، لأنه كمان أيضا في بقلبه تجهيزات. لحد هلا الحمد لله إصابات بشرية ما في، في سيطرة بأكثر من يعني نص النسبة المئوية، خلينا نقول، لأنه الحرارة العالية عم تمنعنا أن نفوت على المبنى. تعرضنا لاشتعال المبنى من حوالي 36 أو 37 ساعة لهلا، ونحن عم نكافح ضد النيران بواسطة المجهود اللي قدروا يأمنوا لنا إياه الشباب. نحن بنقول إنه نحن قدرنا اليوم، يمكن بنقول إنه نحن الحريق يعني انتهى، يعني ما بقي منه إلا اللي بده يولع عم يولع، يعني ما عاد في شيء، إنه ما التهمته النيران، لكن ممكن يكون بعد إلى أذناب وأذيال النيران بعدها عم تاكل ما بدأت بأكله. وكان الدفاع المدني من مراكز متعددة قد تمكن من السيطرة على الحريق بعد عملية مضنية استمرت طوال ساعات الليل، عمل خلالها عناصره على منع امتداد النيران إلى الأبنية المجاورة بعدما أخلوها من السكان، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.